متعايش وعايش وسط الناس الناجحين والمتميزين في الخدمه، بتعلم من القدام اللي مسيحيين وغير مسيحيين كله. اه يا سيدنا، لا انا بتكلم في كل مجال سياسه. ايوه انا دايما بقولها لك من واحنا عيال صغيرين تربينا مع بعض نعيش مع لغايه النهارده ليا اصدقاء مسلمين طبعا من ايام الطفوله. طبعا يا سيدنا، وانا بقيت استغرب ان هو طب انا خلاص تهنا عن بعض. ايوه الاقيه عارف بالميديا، الا انا اعرف ده، هاتولي تليفونه يجيبه من النت والحاجات دي، ولا ايه بيتصل بيا. فطبعا ده سعاده طبعا ونلتقي طبعا. فاللي انا عايز اقوله اذا جاءت النيه جاءت الامكانيه، زي ما البابا شنودة علمنا زمان، ان انا لو انا بجتهد ان انا اكون أيوة كويس او عايز ابقى كويس ربنا هيوقعني كده بالبلدي كده في ناس حلوين اقدر استفيد منهم واقدر اتعلم منهم واكون ويكونوا قدوه ليا في حياتي. طبعا زي سيدنا كل واحد قدامه يكون في امثله لنجاح في حياته، يبقى في كل مجال حتى لو في مجال شغله قدامه امثله واضحه للنجاح، نحاول نمشي على اثار الغنم زي ما الكتاب علمنا، نحاول نمشي على الخطوات اللي هم عملوها في حياتهم عشان يوصلوا ان هم يبقوا ايدل في حياه ناس كتير ومثل في حياه انت ناس كتير. يعني قصص النجاح كتيره جدا في كل الميادين. وفي مواقع يقول لك قصص نجاح. طيب اقرا، اسال، حاور، اللي يسال ما يتوهش. صحيح. فساعتها هتنجح لانك مشيت جنب الناجحين. العكس بقى صحيح. لو واحد هيمشي جنب واحد فاشل، يا عم رايح فين، اقعد يا غدا اقعد يا غدا، ياخده وينزل ياخده وينزل. طيب تمام سيدنا، يعني لو نيافتك كده في اخر حلقتنا النهارده تنصح الشباب في موضوع القدوه ده، ازاي يبقى ليهم دايما قدوه في حياتهم، ازاي يقتدوا بالامثله الجميله اللي في حياتهم. هي حاجتين، فلتكن لك قدوه ولتكن انت قدوه. لتكن لك قدوه ولتكن انت قدوه، حد تقتدي بيه لما تقعد تقرا سواء القدامى او المحدثين. الكنيسه مليانه نماذج، والمجتمع المصري انا شخصيا بحب مثلا دكتور زويل ده قوي. طبعا كميه التواضع اللي فيه، كميه محبه للبلد. طبعا انه ساب كل ثروته الطائله دي سلمها للبلد، وعلمه ده قدوه. طبعا هتعلم منه. طبعا حط الناحيه الثانيه مثلا ابراهيم سمك. طبعا طاقه الشمسيه. ولا هاني عازر. طبعا ودول ناس يعني قدوه فعلا. قدوه صحيح. والحمد لله وصل حبهم للبلد انهم مستشارين للرئيس.